وأضاف أن التظاهر ضد وعود مسؤولي الدولة يجب أن يكون في عاصمة الحكومة بغداد، وعدم تحميل الأنبار وزرائية شخصية. بغداد هي العاصمة وهي مركز القرار، وبالتالي يريد الظاهر يظهر في بغداد، ومن يريد يقطع وعود أو عهود ويريد ينفذها فينفذها في بغداد. أما الأنبار أنا أعتقد كانت ردة الفعل من البعض اللي يتجاوز ما مقبولة إطلاقا. أيضا بالطرف الثاني هناك ناس تريد تسيس وتهيج هذا الموقف، وهذا مو مصلحة العراق ولا محافظة الأنبار. أنا أعتقد موضوع المظاهرات موضوع يعني محسوم، ولا أحد يتجرأ ويقول يوم الأيام أنه نرجع إلى 2014. 2014 ما صنع أهل الأنبار، صنعتها سياسة حكومة المالكي والأزمات اللي اخترقوها بعض السياسيين وبعض من يسمون على الشيوخ العشائر. أنا أعتقد في يعني اللي طلعوا لي يعني نظرة العراقيين على شيوخ الأنبار، لا حد يذب شيوخ الأنبار، بهم ناس أصلاء بهم خيرين، أما النظرة أنه كل من معقل شيخ لا مو بهالطريقة.